من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازال كلامنا في حديث الامامه وهو الحديث الذي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه عن الامام الرضا عليه الصلاه والسلام حول الامامه والامام. وصلنا الى هذا المقطع حيث يقول الامام الرضا في تعيين الامام في البيت من قريش والذروه من هاشم والعتره من الرسول والرضا من الله عز وجل شرف الاشراف والفرع من عبد مناف نام العلم كامل الحلم مضطلع بالامامه عالم بالسياسه مفروض الطاعه قائم بامر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله. الإمام هو الكامل من كل الجهات، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفيه، والله قادر على أن يجعل الإمام كاملاً، ومع قدرته سبحانه وتعالى، واحتياج الناس إلى ذلك فالحكمة تقتضي أن يخلق إنسانا ويصطفيه ويجعله إماما، لأن الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء والأئمة من البشر، لماذا؟ لأنهم المفروض أن يكونوا قدوة، فإذا لم يكن بشرا متطلبات الجسدية فيه كانت تختلف عن متطلبات المتطلبات الجسدية في سائر الناس، فلا يمكن للناس ان يتخذوه اسوة، ولذا الله سبحانه وتعالى في معرض في معرض رده على المشركين حيث كانوا يقولون لماذا لم يختر الله سبحانه وتعالى ملكا للنبوة قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني لو أردنا أن نجعل ملكا رسولا كنا نجعله في قالب البشر تركيبة بشرية حتى يقتدي به الناس فلذلك الأنبياء والأئمة أجسادهم أجساد بشرية، حاجاتهم الجسدية حاجات بشرية، يأكلون الطعام، يتزوجون، يمرضون، والحالات البشرية تعرض عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى لأنه اختارهم لمهمة عظيمة، لذلك اصطفاهم، يعني أعلمهم افاض عليهم العلم. عصمهم من الخطا والذنوب. وحلاهم بالكمالات. طهرهم من الادناس الماديه والادناس الباطنيه. خلقهم على اتم شكل. خلقهم كامل ومتكامل. لماذا؟ لان هذه الجهات لا تنافي الجانب البشري في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم الأئمة الإمام ومن قبله النبي هذا إنسان يولد بشكل طبيعي باستثناء عيسى على نبينا وآلِه عليه الصلاة والسلام ولد من غير أب لكن سائر الأنبياء ولدوا من أبوين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مراحل النمو الجسدي الاحتياج إلى الأكل، الاحتياج إلى الزواج، الاحتياج إلى الدواء حين المرض وما إلى ذلك. الطبيعة البشرية من القوى الغضبية وما إلى ذلك، القوى الشهوية موجودة فيهم. لذلك هم بشر. لكن هذا بشر اختير لمهمة وحيث أنه اختير لهم مهمة هي أشرف وأنزه وأفضل مهمة أن يكون الواسط بين الله وبين الناس وبالنسبة للأئمة أن يكونوا أوصياء النبي صلى الله عليه وآله. فلذلك الله سبحانه وتعالى اصطفاهم يعني خلقهم بشكل يكونون قابلين لهذه المهمة، لهم القابلية لهذه المهمة. والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يختار إلا الإنسان القابل، وحيث أن القابلية لا يمكن للإنسان أن يوجدها في نفسه. الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم القابلية، يعني يخلقهم معصومين. يفيض عليهم العلم. زين واحد يجي يسأل.. يقول قل انما انا بشر مثلكم، الايه تقول نقول نعم. نقول نعم الايه لا تقول انه ليس ببشر، الايه تقول انه في تركيبته الجسديه بشر، لكن هل الايه قالت انه علمه يكون كسائر البشر يحتاج الى تعليم من ناس اخرين او الله سبحانه وتعالى يعلمه. هل الايه تقول انه ليس بمعصوم لان سائر الناس ليسوا بمعصومين. كلا. الآية لا تقول أنه ليس بمعصوم لأن العصمة لا تنافي الجانب البشري فيه، تركيبة بشرية، لكنه لا يخطئ، لكنه لا يغلط، لكنه لا يذنب. لكنه ليس فيه نقص خلقي، وكذلك ليس فيه نقص خلقي في خلقه يعني. هذه الآية لا تنفي ذلك، بل تثبت ذلك لان الايه تقول قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يوحى الي يعني لي القابليه للوحي. هذه القابليه لا تكون الا بالاصطفاء. زين بالنسبه للانبياء ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر يقول ثم أورثنا الكتاب يعني من بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفيناهم لكن العباد مختلفون أكو عباد ظالمون ويوجد عباد مقتصدون ويوجد عباد سابقون في الخيرات الذين اصطفيناهم هم السابقون ليس العباد الذين مقتصدون يعني مؤمنون لكن مؤمن عادي ولا الذين اسرفوا على انفسهم وظلموا انفسهم هؤلاء ايضا لم يصطفهم الله سبحانه وتعالى وانما اصطفى السابق فاذا هذا اللي الله سبحانه وتعالى يريد يختار لهذه المهمة وهو قادر على أن يجعله بشرا كاملا الحكمة تقتضي ذلك مثلنا فيما مضى مثال أنت الآن تريد تعين مدير لمستشفى زين ما تجيب واحد أمي تخليه مدير لمستشفى هذا العمل خلاف الحكمة إذا أنت تتمكن من أن تأتي بطبيب مدير له خبرة تجعله مدير لمستشفى، نعم هذا من الحكمة. زين لا يوجد تصنع يعني تجيب مثلا أطفال في المدارس تربيهم خلال سنوات ترعاهم يدرسون ينتقلون من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية إلى الجامعة كذا تهيئ كل اللوازم توفرها لهم والى ان تدخلهم في دورات حسب المتعارف الى ان يصير إلى قابليه لان يكون مديرا للمستشفى تجي تخليه مدير المستشفى انت اللي تقدر تعمل هذه الاعمال اذا لا تعمل هذه الاعمال تجيب اميين وتخليهم هذا خلاف الحكمه زين الله سبحانه وتعالى لمهمة حامل الرسالة لمهمة حامل النبوة لهم مهمة خلافة الرسول صلى الله عليه وآله الله قادر على أن يخلق بشر تركيبتهم بشرية لكن باصطفاء لهم إذا لا يفعل ذلك هذا يكون خلاف الحكمة والله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعه زين الله سبحانه وتعالى اختار من اختار افضل الناس يعني هو جعلهم افضل الناس من حيث النسب ومن حيث الحسب وفي هذا المقطع اللي هاليوم نريد نبحثه في هذه الحلقه الامام يبين النسب والحسب الرفيع ليخرج ائمه الجور وليخرج من ادعي لهم الامامه حتى اذا كانوا من اقرباء الرسول صلى الله عليه واله ولم يكونوا ائمه وحتى اذا هم لم يدعوا ذلك لكن الناس ادعوا لهم. الامام يبين يقول في البيت من قريش هذا امر متفق عليه ومتواتر روته العامه والخاصه الرسول صلى الله عليه واله يقول: الائمه من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش. هذا اللفظ والفاظ متقاربه معه تواترت روايتها. في البيت من قريش. قريش الذين ينتسبون الى كنانه جد النبي صلى الله عليه واله عشائر وقبائل كانت تنتسب اليه كلها تسمى بقريش وقريش هؤلاء كانوا أفضل العرب هذا من حيث النسب والذروة من هاشم وأيضا يجوز قراءتها الذروة بضم الذال وكسر الذال الذروة من هاشم هذا لإخراج مثل بن العباس بنو العباس أيضا ينتسبون الى هاشم لكن ليسوا من الذروه، لماذا؟ لان هاشم له اخ هذا الاخ من هو؟ عبد الشمس وله ابن اللي هو عبد المطلب وعبد المطلب له ابناء من جمله ابناء عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وآله ومن جملة أبناء أبو طالب والد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ومن جملة أولاد الزبير الزبير ابن عبد المطلب هؤلاء من أم واحدة هي فاطمة المخزومية يعني عبد الله ابن عبد المطلب وأبو طالب ابن عبد المطلب هذان أخوان من الأب والأم أيضا وكان الزبير أيضا معهم الزبير ابن عبد المطلب لكنه لم يعقب وسائر الإخوة إخوة عبد الله وأبي طالب من أمهات شتى لكن هؤلاء كانوا الذروة من هاشم لإخراج العباس وبني العباس والعتره من الرسول العتره من الرسول يعني اقرباء الرسول العتره شنو هي اخص اقارب الرجل هذه تسمى العتره عندما نقول عتره الرسول ما ماذا نقصد الرسول له اقرباء لكن اخص الاقرباء هؤلاء عترته عليهم الصلاه والسلام من هم اخص اقرباء الرسول فاطمه سلام الله عليها وعلي عليه الصلاة والسلام ابن عم الرسول وزوج ابنته. واولادهما هؤلاء عترة الرسول. عدنا اقرباء للرسول. ابو لهب له ذرية، هؤلاء اقرباء الرسول صلى الله عليه واله. العباس له ذرية. ابو طالب من غير علي عليه السلام له ذرية، يعني جعفر ابن ابي طالب سلام الله عليهما له ذريه مثلا لكن هؤلاء ليسوا من عتره الرسول ليسوا اخص اقرباء اخص الاقرباء الامام علي عليه السلام وفاطمه واولادهما والعتره من الرسول زين هذا الانتساب الى الرسول الانتساب الى الله سبحانه وتعالى كيف يكون الله لم يلد ولم يولد النسبه الى الله سبحانه وتعالى تكون بان الله يكون مصطفى ويكون راضي عنا لذا الامام يقول والرضا من الله عز وجل شرف الاشراف قريش اشراف لكن اشرف قريش بنو هاشم واشرف بنو هاشم آل أبي طالب عليه الصلاة والسلام وآل عبد الله يعني الرسول وعلي بن أبي طالب. وأشرف أولاد علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين أشرف من مثلا محمد بن الحنفية وسائر أبناء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. شرف الأشراف هؤلاء كلهم أشراف. لكن أشرف الأشراف هم العترة من الرسول صلى الله عليه وآله. والله جعل الإمامة من هؤلاء والفرع من عبد مناف الفرع من عبد مناف الفرع يعني أعلى كل شيء أنت إذا تشوف شجرة لها جذر ولها فرع هذه الأغصان المرتفعة والفرع من عبد مناف يعني أعلى من كل شيء لماذا؟ لأن عبد مناف عنده ولدين له ولدان هاشم وعبد شمس كان أخوين توأمين حسب ما في بعض التواريخ فأحدهما هاشم واسمه عمرو العلا وإنما سمي ولقب بهاشم لأنه كان كريما في المجاعات كان يطعم الناس فيهشم الثريد يعني يحشم العظام لأجل الثريد عمرو العلا الذي حشم الثريد فلذلك غلب عليه اللقب فاللقب يذكر أكثر من اسمه لعلى الكثير لا يعلمون أن اسمه عمرو العلا وإنما اشتهر بلقبه وهو هاشم زين عبد مناف له, له ابنان واحد منهم هاشم والاخر عبد شمس هاشم افضل من عبد الشمس وبنو اميه من ذريه عبد الشمس لكن ذريه بالتبني يعني عبد شمس ذهب الى الشام ولم يعقب فتبنى عبدا روميا يعني اشترى لعبد رومي ليس من العرب تبناه وكان التبني شائعا في العرب قبل الاسلام. كانوا يتبنون ويلحقونه بالنسب. فهذا العبد الرومي الذي اشتراه عبد شمس وتبناه سماه اميه. وذرية اميه هم بنو اميه. وامير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في رسالة إلى معاوية يكتب لأن معاوية كتب رسالة إلى أمير المؤمنين يفاخر في هذه الرسالة فأمير المؤمنين جاوبه وأما قولك إن بنو عبد مناف فكذلك نحن إحنا أبناء عبد مناف ولكن ليس أمية كهاشم أمية راح في الشام و تبناه عبد عبد الشمس عبد الشمس ذهب الى الشام وتبنى اميه اميه ليست كهاشم ولا حرب كعبد المطلب والد ابو سفيان والد ابي سفيان اسمه حرب لان ابو سفيان لان ابا سفيان اسمه صخر والد حرب جد اميه ولا حرب كعبد المطلب ولا ابو سفيان كابي طالب ابو سفيان كان يحارب الله ورسوله الى ان اسلم في فتح في فتح مكه اظهر الاسلام فكان من الطلقاء اما ابو طالب فهو الذي حامى عن الرسول صلى الله عليه واله وما دام كان حيا المشركون لم يجرؤوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه واله او يامروا على اخراجه يتامروا على اخراجه او قتله فلما مات ابو طالب واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك. والفرع من عبد مناف، بعدين امير المؤمنين يقول: ولا ابو سفيان كابي طالب، ولا المهاجر كالطليق. امير المؤمنين هاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين، اما ابو سفيان ومعاويه كانا من الطلقاء. ولا الصريح كاللصيق الصريح اللي نسبه ليس بالتبني نسب حقيقي حسب تعبير اليوم بيولوجي يعني هذا ابن ذاك بالنسب مو بالادعاء ولا الصريح كاللصيق ولا المحق كالمبطل ولا المؤمن كالمدغل ولبئس الخلف خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم زين هذا من جهة النسب فالله سبحانه وتعالى جعله في أفضل الأنساب لا مطعن في نسبه حتى المشركين ما كانوا يتمكنون من الطعن في نسب الرسول صلى الله عليه واله لأنه من أشراف قريش ومو في قريه لا في مكه معروفين لدى الناس لدى كل العرب زين هذا من جهة النسب من جهة الفضائل نامي العلم، العلم لا حدود له، لا نهاية له، لذا نقول إن الله سبحانه وتعالى عالم، علم الله لا نهاية له، وفوق كل ذي علم عليم، الله سبحانه وتعالى علم رسوله ومن الرسول الأنبياء أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما ذلك على الله بعزيز وعلمه جميع الأحكام الشرعية لكن العلم لا نهاية له فلذلك الله سبحانه وتعالى يزيد علم الرسول والأئمة باستمرار وقل رب زدني علمه في أحاديث ستأتي لاحقا إن شاء الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى يزيد في علم الرسول ولا إما في كل ليلة جمعة أرواحهم يرفعها إلى العرش يطوفون حول العرش ثم يفيض عليهم علما جديدا هذا العلم ليس يرتبط بما كان وما يكون وما هو كائن لأن الله سبحانه وتعالى قد أفاض هذا العلم عليهم فيما مضى ولا يرتبط باحكام الشريعه لان الله سبحانه وتعالى قد افاض عليهم العلم فيما مضى علم الشريعه، وانما علوم اخرى. نامي العلم كامل الحلم، الحلم يعني العقل. العقل له نهايه اقصى درجات العقل التي ليس فوقها درجه لا يوجد فوقها درجه. العلم له درجات ولا حدود له أما العقل العقل الكامل لا يتصور فوقه عقل الإمام نامي العلم كامل الحلم بس الناس المتعارفون لهم عقول لكن هذا العقل له قابلية النمو لماذا؟ لأنه ليس في الدرجة العليا يتطور 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 لكن بالنسبة للرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام العقول كاملة لا يتصور فوقه شيء زين هذه من جهة الفضائل الاصطفاء الشخصي العلم الله سبحانه وتعالى أفاض عليه والعقل الكامل زين الجانب الإداري الجانب الاداري مضطلع بالامامه يعني يقوى عليها اضطلع على الامر يعني قوي عليه الله سبحانه وتعالى اختار هذا الانسان للامامه لا يختار انسانا ضعيفا اداريا يمكن واحد احنا عندنا عنده علم وعنده عقل لكنه ليس بمدير لا يتمكن من اداره الامور لكن الله حينما يصطفي لا يصطفي واحدا ناقصا من جهه، لا يتمكن من القيام بالمهمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى له. هذا خلاف الحكمة. لذلك الإمام مضطلع بالإمامة. يعني يقوى عليها ويعرف الإدارة بأحسن وجه، ويتمكن من القيادة بأحسن وجه. عالم بالسياسة. يعني مدير عالم اكو احيانا واحد عنده ملكه الاداره لكنه يخطئ لانه جهل امرا المدير الناجح القائد الناجح يحتاج الى علم لذا القاده الناجحون دائما لهم مستشارون يطالعون ليش لانه يحتاج الى علم حتى هذه الملكه اللي موجوده فيه بذلك العلم يستفيد منها باحسن وجه. الله سبحانه وتعالى حينما يختار احدا للامامه يختاره ويصطفيه بحيث انه يتمكن من الاداره والقياده باحسن وجه ويعرف وجوه الامور. مضطلع بالسياسه يعني بقياده الامه. زين. هذه بالنسبه الى الامام وصفاته الشخصية زين ارتباط الإمام بالأمة الله سبحانه وتعالى أمر الأمة بإطاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النسبة بينكم وبين الإمام نسبة الطاعة لأنه معصوم اصطفاه الله سبحانه وتعالى فالخالق عينه عليكم وهو جدير بذلك له علمه وقدرته وعقله فلازم تطيعوه مفروض الطاعه يجب عليك ان تطيعه زين نسبته الى الله سبحانه وتعالى قائم بامر الله عز وجل يعني شنو؟ يعني متكفل بتنفيذ اراده الله سبحانه وتعالى في هذه الارض. الله سبحانه وتعالى يريد بالاراده التشريعيه ايمان الناس. من الواسطه؟ الرسول، من بعد الرسول؟ الامام. الله سبحانه وتعالى يريد ان يعم العدل الارض. من الذي اوكله الله سبحانه وتعالى بهذه المهمه؟ الرسول صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول؟ الامام. قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله نسبة مع الناس أنه ينصحهم لا يغشهم النصح والنصيحة بمعنى الخلوص الأنبياء كانوا يقولون للكفار وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين يعني شنو يعني أنا لا أريد أن أغشكم ما أريد أغشكم ما أريد أخدعكم، ما أريد أتأمر عليكم. لا أريد مالاً منكم. إنما أريد مصلحتكم. هذا مثل طبيب دوار بطبه يذهب إلى قرية نائية يشوف الناس مرضى فيكتب لهم الوصفات ويعطيهم الأدوية مجاناً. يقول لا أريد منكم مالاً ولا أريد شيئاً أستفيده منكم. انما انا من حبي لكم. هاي الجهه الانسانيه الموجوده. الانبياء كانوا يقولون للناس: وانصح لكم انا خالص لك لست بغش اتيتك. الامام ينصح عباد الله لا يغشهم البعض يسال مثلا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يعني من الجهه السياسيه اكو امور السياسيون يعملونها الامام امير المؤمنين لم يعملها الجواب انه السياسيون يعملون بمصلحتهم عاده امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان يعمل بالدين ما يدور على مصلحته حتى يتامر على الناس لا يدور على رضا الله سبحانه وتعالى وما يصلح امر الناس ضمن اطار اوامر الله سبحانه وتعالى ولذا في خطبه يقول وما معاويه بأدهى مني لكنه يغدر ويفجر الألاعيب السياسيه المحرمه الغدر والفجور والكذب والخداع لكي يتامر عليهم ولما استولى على الكوفه صعد المنبر حسب ما روي في التاريخ قال ما قاتلتكم لتصلوا وتصوموا انكم لتفعلون ذلك وانما قاتلتكم لاتامر عليكم امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول وما معاويه باهدا مني ولكنه يغدر ويفجر لولا التقى لكنت ادهى العرب في كلام اخر يعني اعرف الموازين السياسيه كامله لكن الحكم الالهي هو المحكم، النصر بالجور لا اريده، لا يطاع الله من حيث يعصى. ناصح لعباد الله، حافظ لدين الله، يعني الدين يحفظه مو المصلحه، كثير من الناس يدور مدار المصلحه، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يدورونه ما يحوطونه ما درت معائشهم. مع فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون كما يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. حافظ لمصلحة نفسه. زين إذا انسجم الدين مع مصلحته فبها يقول احنا ربحنا الدنيا والآخرة. هم مصالحنا هم ديننا. زين لو تعارض الدين مع المصالح غالب الناس مع المصالح. لا يحفظ الدين. بل يستعد ان يحرف الدين حفاظا على مصالحه. لكن الامام حافظ لدين الله من التحريف ومن الانتحال ومن التخريب ومن التزوير. يقولون لماذا ائمه الجور كانوا يعارضون الائمه جميعا مع ان الائمه كانوا عاده في حال تقيه. ولم يكن لهم مشروع سياسي اذا جاز التعبير ان يثوروا ضد الحكام. عادة لم يكن مع ذلك تشوف الجائرين دائما في خوف كانوا من الأئمة وفي نهاية المطاف كانوا يقتلونهم بالسم شنو السبب؟ السبب لأنه هذا الحاكم الجائر يريد تلاعب بالدين يعني من الأسباب حتى يؤمن مصالحه الإمام حافظ للدين هذا ما يصرف له الحاكم الجائر فلذا يريد يزيح الإمام من امامه حتى يعمل كما يشاء ويحرف الدين كما يشاء ويتخذه وسيله لنيل مصالحه الدنيويه، فاذا الامام عليه الصلاه والسلام اصطفاه الله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا المصطفى لان الله قادر اختار له افضل ما يمكن من الحسب والنسب والعقل والعلم والاداره والمنصب الذي يعطيه وامر الناس باطاعته وهكذا وهلم جرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لاتباع الائمه والاتباع الرسول عليه وعليهم الصلاه والسلام هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.